فما تتوقع يكون هاتف شغال ما رد عليك المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، ما رد عليك مثلا، تتوقع على أن هذا كبر ترفع؟ لا، ما دائما يكون بهذا الطريقة. أحيانا لا يجوز له أن يرد، لا يجوز له أن يرد، قد يكون في وضع إذا أجاب يجيب بطريقة ربما مخالفة للصواب وللحق. يخبرني أحد أحفاد الشيخ عامر بن خميس المالكي، بنفسه وقعت له هذه القضية. يقول في يوم من الأيام يقول وقعت معنا قضية ميراث وتجادل فيها الناس، أحفاد الشيخ عامر هن في بدية. يقول فصار الكلام، ولأن هذا الرجل عنده قدر من المعرفة، فقال له قال لقسمة الميراث هذا القضية كذا وكذا. الرجل كأنما ما اقتنع بالجواب، اشتل من بدية وراح مسقط، وصار وزارة الأوقاف مع الشيخ محمد بن شامس البطاشي رحمه الله. فقال للشيخ هذا القضية كذا وكذا وسؤال مكتوب، فأجاب الشيخ محمد بن شامس وأعطاه الجواب. رجع قال له ما قايل لكم أنا؟ هو ما أبو تقولوا أنتم. يوم شفت الجواب تعجبت، أبدا ما موافقة لقواعد التركات. قلت فقط لا تأذن أنا أشل نسخة منها أو أشل هذه الورقة. قال أشلها، صار جاب لكم إياها. يقول فجيت مسقط هنا ولقيت الشيخ محمد بن شامس، قلت له الشيخ مو تقول قضية مسألة كذا وكذا وكذا، قال قسمتها كذا وكذا بخلاف الجواب المكتوب. فقلت له الشيخ زين شوف هذه، بس اقرأ تعجب سبحان الله هذا خطي. يقول هذا خطي، هذا جوابي. إذا هذا وارد، قد تعتريه أحوال في الحقيقة يكون غائب الذهن، شارد الذهن، مهموم، واضح. ولهذا العلماء أصلوا هذه القضية، قالوا وخطأ العالم في الفتوى همل، والوزر والضمان للذي يعمل. إذا كان في الأصول قد تكون زلة، واضح، ينتقي الوقت الذي يسأل فيه. يعني تسأل الساعة 2 بالليل، نهض النمر قاله 30 اتصال اتصل به وأجابك لحسن خلقي في تلك الساعة، وارد جدا، وارد جدا أن يكون في ثورة غضبه أو في ثورة ضيقه أو في ثورة إرهاقه لا يكون الجواب موافقا للصواب.